نوافذ. حلقتنا النهاردة معانا فيها فقرة الصالون, وفي فقرة الصالون هيكون معانا لقاء مع فوتوغرافر بورسعيدي شاب, هو الفوتوغرافر محمد كمال. محمد كمال حصل على الجائزة الأولى في مسابقة الاتحاد الأوروبي للتصوير الفوتوغرافي. هيكون معانا النهاردة, هنتكلم عن الجائزة, عن المسابقة دي, وعن نشاطه في الفوتوغرافيا بشكل عام. معانا كمان النهارده فقره نافذه على الابداع الشاب, هيكون معانا الكاتب الشاب فتحي نجم. ويا ترى اختار لنا كتاب ايه عشان نتكلم عنه النهارده؟ هيكلمنا هو عن الكتاب اللي اختاره واختاره ليه, وهتكون الحقيقه الفقره اتوقع انها تكون جيده. كمان معانا حصاد مش كبير الحقيقه, معانا تقرير كنا كلمناكم عن وصورنا الحقيقه جزء من عرض ل فرقة ستيريونز هوز الدنماركية اللي عرضت مسرحية نتاج لورشة عمل بينها وبين فرقة لاموزيكا المصرية, والعرض ده عرض في مدينة بورسعيد على يومين متتاليين. الحقيقة ان احنا قدرنا نسجل معاهم, مراسلتنا أميرة يونس سجلت مع اعضاء من الفرقة من الفرقتين الحقيقة, من مصر ومن الدنمارك, وده التقرير اللي هيكون معانا النهاردة. نبدأ الحلقة بعد الفاصل. اهلا بيكم, هنبدا حالا فقره الصالون. احلى حاجه لما تلاقي شاب متفوق في حاجه, والتفوق ده يعني هو ناجح والحقيقه متحقق, يعني مش هو متفوق في الحاجه دي حد مثلا عبقري في مجال بس مش قادر يحقق في حاجه لانه حواليه محبطات كتيره في المجتمع, لا هو في حد متفوق في حاجه وقدر الحمد لله انه يتجاوز اي محاولات للاحباط وحقق اسم فعلا. معانا من بورسعيد مصور شاب زي ما قلت لكم في الاول, هو محمد كمال. اهلا بيك يا محمد. اهلا وسهلا. ومحمد المناسبه اللي هو جاي بيها معانا النهارده هو انه زي ما قلت لكم في المقدمه فاز بالجائزه الاولى لمسابقه الاتحاد الاوروبي للتصوير الفوتوغرافي, لكن محمد فاز باكتر من جائزه في اكتر من مسابقه قبل كده. هنتكلم مع محمد النهارده عن المسابقات المختلفه اللي شارك فيها, عن الجوائز اللي خدها, عن علاقته بالفوتوغرافيا, عن كل حاجه. ربنا يسهل وقتنا يكفي ان احنا نتكلم معاه. اهلا بيك يا محمد والف مبروك على الجائزه. محمد انت اصلا بتشتغل ايه؟ انت مين؟ عرفنا بنفسك. وانا خريج سياحه فنادق, ده تخصصي اصلا. كنت في المدرسه الثانوي في فندقيه 5 سنين, وبعد كده كليه سياحه فنادق جامعه حلوان. بس كان مجال شغلي بعيد خالص عن السياحه وبعيد عن التصوير, كنت شغال في مجال الالكترونيات في محل محلات الشهيره, يعني سلسله محلات شهيره الالكترونيات, ولكن الهوايه من وانا صغير موجوده, يعني في البيت عندنا والدي بيصور من زمان, والكاميرات في يعني موجوده, فمش غريبه عليا ماسكه الكاميرا والكاميرا ذات نفسها. فدي الفكره كلها, يعني من وانا صغير بصور, ولكن ما كانش بالشكل الاحترافي. مع الوقت بدا يزيد الموضوع, خد الشكل الحمد لله وصل. طب محمد انت محترف فوتوغرافيا, انت دي شغلتك دلوقتي؟ انا مش محترف بمعنى المحترف, لان لو محترف ده لازم اتفرغ لها فول تايم, وبعدين لازم يبقى فيه اجر ثابت, او عموما بكسب من وراها هو الدخل الرئيسي بتاعي. ولكن الفوتوغرافيا اخدت كذا شكل معايا, بدايه ما كانت هوايه كويسه, بعد كده بقت هوايه مهتم بيها قوي ان انا انميها, لغايه ما بدات احس ان انا بدخل في مجالات خاصه بالفوتوغرافيا وممكن يكون فيها ربح, ولكن هو في الاول وفي الاخر هي بالنسبه لي اشباع لحاجه جوايا وحاجه عاوز اقولها فبقولها عن طريق الصور. يمكن ده هو اللي محافظ على ان انت تطلع منتج فني عالي القيمه. يعني غالبا مش دايما بس غالبا لما فنان بيحترف الفن ويبقى ده هو مصدر دخله,
بيبقى القيمة الفنية بتبتدي تتوارى تدريجيا، لانه بيبقى مهتم جدا انه يعمل فلوس، ده حقه، فبيهمل الحاجات اللي احنا بنبقى نفسنا نشوفها في عمله الفني. محمد، انت بتقول انك الفوتوغرافيا خدت معاك مراحل، يعني هي بقى المرحلة اللي بدأت تحس فيها انه انا هبقى فوتوغرافر، انا هعمل اسم لنفسي، انا هيبقى لي مكان؟ في بلد صغيرة زي بورسعيد ممكن شوية يبقى فيه انتشار، ولكن اللي يزود الانتشار ده هو مش بورسعيد بس، هو ظهور مواقع الانترنت وظهور مواقع التواصل الاجتماعي، فعن طريقها ممكن الصورة تنتشر بشكل كبير فيتعرف مين هو صاحب الصورة. ولكن في حاجة، المواقع دي زي ما هي مثلا بتكون وسيلة انتشار سهلة، هي بتكون مجال لصعود ناس كتير. ممكن اي حد يصور بموبايل بكاميرا باي حاجة، صور كويسة صور مش كويسة، فهي الفكرة كلها لازم يبقى في تميز في الصور عشان يقدر الشخص يبقى او الشخص اللي صاحب الصورة يبقى معروف ويقدر يسيب انطباع جوه اي متلقي للصورة. فعموما انا شايف ان من اهم الوسائل انتشار الصور وشهرة حتى مصوريها هي المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، سكن تويتر فيسبوك، ده من عوامل مهمة جدا. طيب احنا يعني هنتكلم في حاجات كتير، بس خليني اقول يعني في البداية كده انه في بورسعيد حالة فوتوغرافي. يعني كنت بتكلم مع محمد قبل ما نبدأ الحلقة وقال لي انه نادي الكاميرا، يعني في يعني كيان مجموعة ناس اسسوا حاجة اسمها نادي الكاميرا، ودي اتأسست في 2008، انا كنت بسأله عنها فهو عارف معلومة ان هم اسسوا في 2008. دي مجموعة من الناس اللي بيشتغلوا على موضوع الكاميرا، احيانا اعتقد بيجوا محاضرات، بيعملوا مسابقات معارض وحاجات زي كده بشكل اسبوعي وورش عمل ورحلات. طبعا هو طبعا تأسيس النادي في 2008، ولكن هو حاليا بعد الثورة تقريبا مشيت متوقف شوية لشوية دروبات في المكتبة نفسها اللي مقر النادي. وغير نادي الكاميرا الحقيقة انه بقى فيه اهتمام بالفوتوغرافيا، بقى فيه معارض بتتعمل، اساسا الاليانس الفرنسيز احيانا بيستقدموا معارض يعني او مصورين فوتوغرافيا من بره، ففي اهتمام بالفوتوغرافيا في محافظة بورسعيد، وبورسعيد اصلا صغيرة والناس فيها يعني بيتواصلوا مع بعض بسلاسة، فيمكن يكون ده حاجة كويسة انه الناس قدروا يوصلوا لبعض، كل حد عنده معلومة في الفوتوغرافيا او حد يشجع حد، ان انا اشوف محمد كمان بيصور فبقى مهتمة ان انا احاول اتعلم حاجة جميلة زي اللي هو بيعملها، ده في حد ذاته حالة ايجابية يعني ان يبقى فيه مزبوط. ده بس كمان دوت ممكن يخلي ان الواحد يحس انه خلاص بقى بتوع الفوتوغرافيا كتير، فما عادش ينفع حد دلوقتي يتعلم حاجة لان هما بقوا كتير وبيعملوا حاجات يعني مش عاملة خطوط مستقيمة. يا محمد يعني مفيش حد عارف انه هي الجهة دي اللي بتعلم صح والجهة دي بس بتعمل معارض، او مفيش حد متخصص في حاجة، ومفيش ناس انت واثق ان هم دي الاسماء الكبيرة في الفوتوغرافيا، زي لو احنا نزلنا القاهرة فاحنا عارفين ان في كورسات فوتوغرافيا بتتعمل في الجامعة الامريكية على مستوى جيد، وانه بقى في جهات تانية منظمات ثقافية مهتمة بان هي تعلم فوتوغرافيا، وايها اسمائها الواضحة لانها كيانات مشهرة الحقيقة، بينما نادي الكاميرا في الاخر مجموعه هواه. الاليانس فرانسيز مشكور على اهتمامه بالفوتوغرافيا، بس هو الحقيقه مش مؤسسه مهتمه بالفوتوغرافيا بشكل اساسي، ده يعني ايه من ضمن انشطه كتيره بيعملها فبيبقى في الجزء ده. فبالتالي في انشطه كتير قوي في بورسعيد لكن مش متنظمه وبشكل كفايه، ده ايجابي ولا سلبي؟ وشايف انه ده يعني هيكفل الاستمرار لحاله راجل فوتوغرافيا في بورسعيد ولا بالعكس ممكن يعطلها؟ هنمسك حاجة حاجة. بالنسبة للفوتوغرافيا في بورسعيد، معظم البورسعيدية أو تقريبا البورسعيدية كلهم عندهم حس عالي قوي بالانتماء لبورسعيد. صحيح، تمام. طيب من النقطة دي هتلاقي كل الناس اللي عايشين في بورسعيد أو كل البورسعيدية مهتمين بالصور والصور بتاعت بورسعيد الجديدة أو القديمة، يعني حتى بورسعيد من المحافظات القليلة جدا اللي ليها صور قديمة منتشرة بشكل كبير. صحيح، بتتباع في أماكن كتير، في بورسعيد، في القاهرة، في أماكن كتير، ولكن البورسعيدية عموما عندهم حب للبلد ذات نفسها، روح الانتماء عليها. فمن هنا بدأت الحب التصوير، من حب التصوير الأماكن السياحية بتاعت بورسعيد. هتكمل كلامك يا محمد، بس نقول إن معانا على الهوا صورة ليك كنت بتتلقى جايزة. دي حفلة توزيع جوائز المفوضة الأوروبية للعام ده، وده مستر مارك فرانكو السفير الوفد الاتحاد الأوروبي في مصر.
ده جميل جدا. طيب نكمل كلامنا. انت بتقول ان في حاله انتماء عاليه لبورسعيد. عموما حب الانتماء العالي قوي ده او الانتماء العالي لبورسعيد بيحبب الناس ان هي تبقى عندها حب التلقي للصور ايا كانت قديمه او جديده. طبعا عندنا في بورسعيد كم كبير من الصور اللي تم تصويرها على يد مسافرين ورحالة واجانب كانوا عايشين في بورسعيد زمان. صور طبعا قمة الروعة كأنها يعني مش المدينة الحالية. في الوقت الحالي في مصورين بدأوا اخذوا خطوة سابقة، مثلا على سبيل المثال زميل العزيز وليد منتصر، برضو من الناس اللي ليهم دور كبير في التوثيق توثيق مرحلة معينة وقت زمني. ودون شك يعني هو من الناس اللي ألهمت ناس كتير من حتى المصورين الجداد ان هم يبدأوا يصوروا حتى لو بالموبايل بإمكانيات ضعيفة، ولكن كل مصور بقى ليه اتجاهاته وليه اهدافه من التصوير. وكل مصور فينا من مجموعة مصورين اللي احنا مجموعة اصحاب كبار، هتلاقي كل واحد ليه اتجاه وليه شكل معين وشخصية مختلفة وشخصية عن التاني بالظبط. فهتلاقي فيه وليد منتصر بيحب مثلا التراث والمباني القديمة، هتلاقي موجودة برضو عندنا كلنا، ولكن هتلاقي عنده وهو مركز فيها قوي. في مثلا مصور تاني زميلنا العزيز برضو محمد سياسي، الصور المركز عليها الصور اللي هي ذات مغزى مثلا او اللي هي الصور المعقده شويه. في زميل محمود حافظ التكوين والاضاءه والالوان وكونتراست الالوان. عندنا برضو فنان رامز رومبا من الفنانين اللي بحبهم جدا، صوره ممتازه، هو كويس جدا في التكوين، ولكن كلهم بيصبوا ان هم ممكن يعملوا صور لبورسعيد، بس كل واحد ليه اتجاه. وطبعا في مصورين جدا. طيب خلينا نتكلم عن الصور اللي لبورسعيد، نفضل نتكلم في النقطه دي شويه. البحر بيبقى له مساحات كبيره جدا عند او ابناء المدينه في كل انواع الفنون الحقيقه، اذا كان شاعر فتلاقيه بيكتب عن البحر، اذا كان روائي فهتلاقي فيه كتابات عن البحر. اعتقد ان المصورين كمان نفس الكلام، وكمان لانه احنا عندنا مباني تراثيه قيمه وبتهدر وكثير منها تهد، وكان في حمله للحفاظ على التراث. ففي بيئه في بورسعيد معينه، يعني من الصور اللي انا شفتها ليك يا محمد الحقيقه يعني ارتباطك بالبيئه مش كبير بشكل كفايه، يعني انت عندك حاجات كتير شايفها حواليك مهتم انك تعبر عنها اكتر من انه بس في مدينه جميله لازم نوثق لها. يعني هو يعني مش يعني ده مش واضح قوي لسبب. في صور كتير ليها بورسعيد مرتبطه بالبلد، ولكن مش لازم يكون المباني ومش لازم يكون البحر ومش لازم في حاجه اسمها الحياه اليوميه. يعني انا عندي صور كتير قوي في الحياه اليوميه، ممكن اماكن محدش بينزلها كتير، ممكن مثلا سوق العرب، يعني كان سوق السمك الجديد او القديم، أو الحياه ازاي بتمشي في سوق الخضار او سوق ستوت مثلا. طبعا دي قلب الحياه في بورسعيد بالظبط. فانا اهتم قوي بالحياه اليوميه، شكل الحياه، مش مجرد مباني لا، ممكن مبنى يبقى داخل في وسط كادر كامل، صوره كامله بيبقى فيها اكتر من عنصر، منهم عنصر المباني، ممكن منهم عنصر الشارع اللي شكله مميز، البلاط البلاط بتاع بورسعيد بتاع الحارات اللي في شارع العرب وكده، ولكن انا اهتمامي الاكبر بالحياه اليوميه لو في بورسعيد، لو هنتكلم عن بورسعيد. ولكن انا اتجاهاتي عموما مع تدريب عيني على الصور، صور عالميه، فبنلاقي اتجاهات دلوقتي حاليا في التصوير، يعني في التصوير العالمي او التصوير حوالين العالم كله بيتجه حوالين الموقف. يصور موقف، يوثق ثانيه معينه ممكن بتكون